بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا نرحب بكم أيها الأحبة إلى المباراة الثالثة للمنتخب الجزائري في دور المجموعات من أجل الاستمرار في الدفاع عن اللقب أو العودة إلى الديار. لكن إذا استمروا ستكون لهم كلمتهم أكيد في هذه البطولة، أو بالأحرى دون شك بعد معاناتهم في المباراتين الأولى والثانية. وإذا عادوا إلى الديار سيعودون مرفوعي الرأس بعدما بذلوا الجهود كلها كعادتهم، سيعودون ليعودوا بقوة وبعد شهرين من الآن لخوض مباراة الحسم والفصل المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022. لسنا هنا بعد، بل نحن في بداية تحدي جديد صعب أمام منتخب إيفواري متمرس وقوي يسعى للتخلص من أحد المرشحين للمنافسة على اللقب واحتلال المركز الأول في هذه المجموعة. بالماضي تذكرون قال: إذا كان من الصعب على البعض أن يؤمنوا بقدراتنا على العودة إلى أجواء المنافسة، فإنني لازلت أؤمن بقدرات لاعبية وأثق فيهم ولن أستسلم. نحن أيضا لازلنا نثق فيك وفيهم وفي قدرات لاعبينا ولن نستسلم. الجزائريون أيضا يثقون في يدخل كونان، يوصل كونان، يدخل كونان، الحكم قريب يا كونان، حكم قريب يا كونان. الكرة هذه مرت سلامات على عايز قال بيبي المرا لا 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 رائع من هنالك بيبي كاد ياتي الهدف الاول لصالح المنتخب الايفواري في اول كره تقديه لمصطفى عطان. هذا بلايلي كره مرفوعه بشكل رائع بالراس من عيسى مندي ومرت سلامات بيبي ولا لا ولا لا جول ولا لا جول اول لمنتخب كوت ديفوار. يا سلام على اللعبة من فرانكيسي، يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار بلعبة رائعة جدا عن طريق بيبي، صنع الفارق على الجهة اليمنى وفرانكيسي يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار 1-0. ثاني بعيد الكرة هذه رائعة يوسف، اوي 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 رائعة من عيسى مندي في اتجاه يوسف والراسية وجول، الراسية وجول، الراسية وجول ثاني لمنتخب كوت ديفوار. ليس هناك وضع التسلل، راسية وجول ثاني من قبل إبراهيم سانغاري في الدقيقة 44. هدفا لصفر للمنتخب الإيفواري أمام المنتخب الجزائري من كرة ثابتة. بلايلي دخل يوسف، راح يوسف، راح يوسف، يوسف 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 لا لا كيسي كيسي واسماعيل راحت خرجت، خرجت الكرة هذه، يفتح رجله كثيرا جراديل مرت سلامات. كرة إذا جاته من عند الجهة اليمنى عن طريق بيبي حاول يمر بيبي جول. 3-0 صارت النتيجة لكوت ديفوار، بيبي يفعلها وكوت ديفوار لن تأتيها فرصة مثل هذه وظروف مثل هذه لكي تسجل هذا أهداف أمام المنتخب الجزائري بالثلاثة بالتوقيع الآن عن ركلة جزاء. وما رأيكم لو ركلة الجزاء ونضيعها؟ يعني إذا ضيعناها خلاص يعني واو ما فيش. بانجاري الرياض ويقول لا لا بالله عليكم هل فهمتم؟ بالله عليكم هل أدركتم؟ بالله عليكم ضربها بالشكل اللائق في الزاوية اليسرى، ضربت في القائم ورجعت. إذا لم يصدها يوسف بلايلي خطيرة جول في نهاية المطاف، اهتزت شباك الخصم.